مباشر من هناك الزميل هشام زروقي. هشام مرحبا بك. نعم إذن نحن الآن متواجدون بولاية تندوف، أين حل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب بهذه الولاية. السيد الوزير سوف يقوم بجولة إلى عديد النقاط وسيعطي إشارة لتدشين عديد المشاريع، نذكر على رأسها المشروع الهام والاستراتيجي بالنسبة للجزائر، ألا وهو مشروع غار جبيلات. هذا المشروع الذي يمتلك احتياطي كبير من الحديد والصلب، وسوف يسمح للجزائر بأن تكون رائدة في هذا المجال، وسيسمح لها كذلك بالخروج من التبعية لقطاع المحروقات. نذكر كذلك نقطة أخرى، وضع حيز الخدمة، مشروع توزيع غاز المدينة، وكذلك عرض حول مشروع الاستغلال الحرفي أقول للذهب. هذا وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل في مواعيدنا اللاحقة. شكرا. شكرا لك زميل هشام زروقي على هذه التفاصيل.